هنبتدي حلقتنا، بس طبعا هنرحب بالاول بالشيف عبير جابر. اهلا بيك استاذ سامح. اهلا بيك يا شيف، اهلا بيك، منورانا النهارده في الحلقه بوجودك. بتاعتنا. بوجودك ميرسي. قول لنا بقى، هتقدم لنا ايه؟ ما هو جديد معاك النهارده؟ النهارده هنعمل فراخ بالسماق والزعتر. دي فراخ حاجه بالسماق والزعتر، دي اكله شامي او لبناني، ومعانا فتة البتنجان بالزبادي والسنيبر والفلفل الالوان. دي حاجة برضو شامي، بس انا عاملة شوية تكات فيها كده عشان تبقى سريعة. التكات والحركات يعني. ايوه. حاجات كده للست البيت تبقى سهلة بالنسبة لها. طب قولي لنا بسرعة كده، تبقى سهلة ازاي بالنسبة لست البيت؟ ست البيت طبعا بالنسبة لها البتنجان ممكن بيبقى موجود سهل جدا، مش عارفة تعمله ازاي. العيش عندنا شامي او بلدي عادي، بس هو بالاخص الفتة الشامي بتتعمل بالعيش الشامي. هتحمره وهتعمل حاجه جديده لاولادها. الزبادي موجود بيه. في ناس بتعمل دايت، نحط في الفرن من غير اي حاجه. ايوه. اللي مش عايزين يعملوا دايت هنقليه في الزيت عادي خالص. في الزيت. ونفس الموضوع البتنجان. او ممكن بزبده او بسمنه مثلا؟ ممكن، لا بس الزيت اكتر عشان احنا عايزينه كريسبي كده، عايزينه يبقى تمام. اللي مش عايز يعمل دايت في الفرن. تمام. البتنجان والعيش. اللي عايز يعمل، اللي مش عايز يعمل دايت هيعمله في الزيت. اللي مش عايز يعمل دايت في الزيت. اللي عايز يعمل دايت هيحطه في الفرن. تمام. بس رشة زيت بسيطة عشان تدي اللون وخلاص. ده ايه ده؟ ده جرجير. هنعمل النهاردة سلطة الجرجير. بالجبنة وبالخيار والمشرومز، وصوص بتاعها دريسنج بتاعها مختلف شوية، عسل ومايونيز وخل بالسمك. سويت اند ساور كده. ده يبقى حلو. ده هتبقى حلوه جدا. انت هتدوق وهتتحكموا بقى. طيب لما نشوف كل ما معانا فراخ بالسماق والزعتر. الضيوف بتضحك من اولها كده، بس هتدوقوا في الاخر ما تقلقوش يعني. ما نتفقش انا والشيخ في الاكل برضو. يا رب ان شاء الله يبقى اكل جميل. وانت طبعا شيف مشهوره ومعروفه وجميله. ربنا يعزك. وطبعا من حاجات حلقتنا المميزه اللي احنا دايما بنقول اصل معانا كلمه الاكله اللي احنا هناكلها النهارده ان شاء الله ونعزم ضيوفنا عليها. فاصل كلمه فته، في كتير قوي كلنا بنقول احنا بنحب الفته سواء بقى في الاعياد او غير الاعياد، بس اصل كلمه فته ممكن يكونوا مش عارفين معناها. فاصلها فرعوني. على فكره يا جماعه معظم الاكلات اصلها فرعوني، فراعنه احنا المصريين. اصلها فرعوني، هم اول من قاموا بعمل طبق الفته، وكانت تحتل كل الموائد والولائم في القصور وفي البيوت الفرعونيه. سماء، صح كده؟ اللي هو السماء. السماء دي اصلها لاتيني من نباتات، وليها استعمالات كمان طبية. بس هو كمان صح كده؟ انت عارفه المعلومه دي ولا أيوة؟ لا. السماء كمان ليه استعمالات في طبية. حاجات كتير جدا. اولا هو من الحاجات المضاده للاكسده، وحاجات فيها نسبه فيتامينات عاليه برضو. هو السماء من الحاجات الكويسه، بيعالج في امراض كتير جدا. تمام. فطبعا السماء ده طبعا بيتحط على السلطات، وبيتحط على الكباب، وبيتحط على حاجات كتيره جدا، وسلطه الحمص وخلافه. الشوام مشهورين اكتر بالحاجات. الشوام بالظبط كده. بيوتنا نشوف بقى الشيف عبير. شوف الشيف. ايه يا شيف عبير؟ عايز. طبعا انا بستمع للحديث طبعا وانا بشتغل. لا ما شاء الله، يعني ما شاء الله الحلقه كويسه جدا، وبتتكلموا في حاجه يعني مفيده جدا للمواطن، ان فعلا في ناس كتير وبالاخص الستات هي اللي بتجري. أيوة. على الحاجات صح دي. صح كده؟ طبعا هي الستات هي اللي قاعده في البيت وبتتصل، بتجري على الحاجات دي، توفر مصروف البيت بالزبط. وتغرب مكالمات بالميات، وتدفع كروت شحن عشان تجلب جوزها تاني. ما فيش حاجه بتنفع اساسا. ما فيش حاجات من دي بتحصل خالص. صح كده؟ ايوه فعلا. كل ده نصب في نصب. في نصب فعلا. طيب. يا رب نكون توفقنا في حلقتنا. اتفضلي بقى قولي لنا. طبعا انا هقول المقادير وهقول انا عملت الحاجه زي ما انتوا بتشتغلوا. طبعا احنا فضل. كمان كنا بنشتغل. فضل. النهارده طبعا عملنا الفراخ اللي بالسماق. ايوه. الفراخ اللي بالسماق دي عملناها، اقول الطريقه والمقادير بسرعه. معانا بصل متقطع جوانح، وتوم برده جوانح، معانا دبس رمان، معانا سماق، معانا زعتر شامي اللي هو الزعتر اللبناني اللي هو الزعتر اللي بسمسم. تمام. معانا ليمون، معانا معلقه خل، ملح، فلفل، معلقه كزبره ناشفه. هنعمل كله ده صدمه للبصل للثوم لكل التوابل، بعد كده ننزل عليه بالفراخ. ميه سخنه نسيبها لما تستوي كويس جدا، وهنقدمها بنفس الشكل ده. ما شاء الله ريحتها كمان حلوه جدا. ده ايه بقى؟ دي الفته. دي فته بقى، الفته الشامي بقى، بس بعد التكاتي. أيوة. وبعد حاجات بسيطه كده برضو غيرنا فيها. ده عيش متحمر. وبعد كده عملنا البتنجان متحمر، قلنا طبعا في قبل الفاصل. دي خلاف الفته اللي هي المتعارف عليها، اللي هي المتعارف عليها العيش والرز والصلصه. لا 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 خالص. دي هي داخله في النطاق الشامي، الشامي بس شوية. مع تعديلات. تمام. مش ستاندر، بس برضه اصلها فرعوني. مش ستاندر بتاع. ايوه بالظبط كده. ما هي الفراعنه اي حاجه على اي حاجه كانت بتبقى اكله بالنسبه لنا.
حطينا البتنجان، عملنا له خل وثوم المصري بتاعنا العادي بقى بتاع أيوة. الفته بتاعتنا. بعد كده نزلنا على العيش بخل وثوم، نزلنا على البتنجان برضو معلقه خل وثوم، عملنا الزبادي حطينا عليه معلقه نص معلقه ملح بسيطه جدا صغيره، فلفل حاجه بسيطه، كمون. بعد كده حطينا عليها نص ليمونه، دخلنا بعد كده حطيناها على البتنجان، كنا مشوحين الفلفل الالوان معانا، نقطه زيت بسيطه زيتون. بعد كده حطينا عليها ملح فلفل، نزلناها برضو على، انا بعمل الفلفل ليه مع البتنجان عشان القيمه الغذائيه تبقى عاليه شويه في الطبق. تمام، ده ايه بقى؟ دي سلطه، سلطه الجرجير. طبعا انت استغربت من الدريسنج اللي احنا قلنا عليه، سلطه الجرجير خيار. ده ولا ايه؟ لا دي جبنه. ده خيار. اوكي. ما انا قلت، انا ما انت قلت من اول ده خيار بس. خيار متقشر وجرجير وطماطم ومشروم. الدريسنج بتاعنا بقى عاملين عسل ابيض، مايونيز، زيت زيتون، ملح، فلفل، ليمون. ده اللي بيتحط عليها. ده الدريسنج هيتحط عليها دلوقتي. طيب ضيوفنا الاعزاء اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله. نحط لهم بقى الدريسنج. الشيخ ابو يحيى، استاذ ياسين تعالى اتفضل. تمام. قلنا اللي احنا عايزينه، نجتمع بقى على المائده بقى. يعني القناه كانت دسمه، الحلقه كانت دسمه يا حضره الشيخ؟ لا والله كانت دسمه زي الاكل. طب اما نشوف، ما انا لسه كنت داخل لك اهو. اما نشوف الاكل بتاعك بقى هيبقى دسم كده ولا لا؟ روائح جميله هي. والفته الجميله. تعالى مش هنختلف يا ابو يحيى. تعرف ان المشايخ بيحبوا الفته. اي اه طبعا. انا اقلل السلطه. الحمد لله. معاكم الطعام كله. تسلم ايدك يا شيف عبير على الاكل الجميل والمميز والجديد على كلمتك. ان حضرتك دايما بتقولي دي اكله الفراعنه. الفراعنه انا اللي بقول اسمها الفراعنه. انا اللي بقول هو الاستاذ سامي هو اللي بيقول. انا اللي بقول انا اللي بقول واضح وكله انت ساكت. لا هو فرعون واحد. الحقيقه هو فرعون واحد بس. فراعنه مش فراعنه. ايوه صح. ولا فراعين. مش فايده فيه الراجل. لا احنا فراعنه ولا فراعين. طيب.